كوكو عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. اليوم باش نعملوا حاجة محرحرة واللي هي باش نعملوا الفلفل المحشي. باش نوريكم الطريقة اللي تعلمتها على ماميتي وماميتي تعلمتها على ماميتها، معناها طريقة قديمة بالكدا. وبيان سور كل واحد يطيب كيما يحب هو، أما باهي كي نشوفوا طرق أخرى ينجموا ينفعونا راهو. باهي، أول حاجة الفلفل المحشي متاعنا ذا مانيش باش نعملوه باللحم مفروم، باش ناخذوا طروف هبرة كيما هكايا نقصوهم صغار وباش نشيحوهم فوق النار من غير لا نحطوا لا زيت لا ماء، لازمهم يشيحوا ومن بعد باش نرحيوهم بيوليو هكا كل تشوفوهم بالضبط تقولش عليهم بودغ. علاش نعملوها الطريقة هذه؟ باش اللحم متاعنا باش من بعد كيف لهنا عنا البصل والثوم، باش نحط الطماطم. ديما الصوص نتاع الفلفل المحشي ولا كي نعمل حاجاتك اللي هكا مثلا كفته ولا حاجه كيكه نحبها الصوص كي تبدا بالطماطم هذيا تبدا حيه نقولوا احنا. ناخذ بابي وباش نفوحوا الصوص نتاعنا، باش نفوحها شويه ملح وفلفل اكحل، نحطوا الملح، نحطوا شويه تيبل، تيبل مفوح هذايا تيبل وكرويه، هذاك التيبل نعملوه في الصيف احنا نحطوا فيه تيبل وكرويه والثوم والفلفل الفلفل الشايح، وبعد نشيحوهم بالكدا ونغسلوهم قبل وكل، وبعد نرحيوهم. يجي فاوحة على الاخر، نخلطو نخليوها الصوص تتقلى على روحها، اسهل منها ما فماش. انتخطان عنا اللحم ريتوه هو بيتو تاو باش يبدا يسيب ماء حتى يولي ما عادش يسيب حتى ماء. نزيد نقوي عليه النار شويه، وتوا اللحم متاعنا كيما قلت لكم باش نخليوه يشيح من الماء، ريتوه الماء هذاك الكل اللحم سايبو مش انا زدتو، ما غير لا تزيدو لا زيت لا ماء، يشيح لمده ربع ساعه 4 دراج. نرجع لكم شويه اخر لو طون اللي يحضر وطان نوريكم لاسبي نتاعو كيفاش باش يطلع. اي شويه برك بون. اللحم نتاعي كيما تشوفوه لهنا شيح بالقديم الماء نتاعو ولا فيه لون وتبشمت بالقديره، راهو هكاكا لازم يكون. توا باش ناخذو وباش نرحيه في الروبو، قبل كانوا يهرسوه بالمهريس، باش نرحيه ما ديمو سخون. ناخذ الخطا Grrrr.
بديتوه كيف يولي يولي هكا. نحطوه في البول متاعنا باش نكمل نرحي الحم اللي قعد. صدقوني تعملوه بالطريقة هذه يجي خير برشا من اللي ديريكت بالحم مفروم وتحطوه. ولا نعاودو نرحيو هذا ولا هاكا الحم متاعنا احضر. وتوا ديريكتومون ماديمو سخون باش نحطو فيه البصل والمعدنوس باش يليثو شوية. نحط البصل مقصوص جيد وباش نحط معدنوس ديريكتومون نخلط باش يليثو البصل والمعدنوس كما قلت لكم. قبل ما نكمل نحضر الفاخس متاعي باش نحط الزيت اللي باش نقلي فيه الفلفل يحمى. باش ناخذ زيت نجمة جيو بلوس. نشعل النار نحط بالكدي زيت. لازم زيت لازم نقليوه نقليوه والزيت هذايا باهي برشا خاطر نجمو نستعملوه للتطيب كيما للقليان كيما في الجاتوات. بون الصوص كيما تشوفوا فيها هايكا خليتها تطيب شحت من الماء وكيما نحبها انا هكيكة تبدا كيكه خاطره. به نرجعوا للفاخس نتاعنا باش نزيد المعدنوس هاك وباش نفوح زيدا فرد مره نحط التيبل. التيبل يمشي بالقدي مع البقري. نحطو ملح باش نحط الثومه هذيك نتاع الصوص. فلفل اكحل وباش نحط جبن سبيسيال طاجين تاع ديليس.
توا ناخذ قرين الفلفل، نحط الفاخس نتاعنا، نبداو نحطو بالقدي، وكان الفلفل ضيق برشا بالسكينة ننزلو هكايا. توا يتحط تحط الفاخس بالقدي، شوفوا الزيت هذي القرن الاولاني تعبى بالقدي، فوالا نوقفوه من هنا. وتوا نحطو القرين الثاني، ناخذ بالمغرفة الصغيرة باش ما نوسخش الأحراف، باش من بعد الزيت ما يبداش يترشق. بالسياسة بالسياسة، ننزلو. فما الزيدة اللي يعمل فلفل محشي يحط الصوص ويحطه كما هو في الفوق، طريقة أخرى زيدة. أما المقلي أبا الله غالب، المقلي ديما خير أبا، في الصحة مش خير برشا. وتوا شوفوا كيف باش نعمل، باش ناخذوا الشاشية نتاع الفلفل نحطوها في الفرينة بالشكيكة ما تتفرتليش وتقعد شدة بلاصتها، ونحطوا الفلفل الزيت حمي حطوها هكايا على راسه. توا هو وحده وحده راهو باش يطيح شوية آخر، فوالا نزيدو نحطوه في الفرينة بالقدي ونحطوه يتقلي. توا يزيد يتقلي شوية، تتقليك الشاشية وتشد روحها بالقدي، باش نحطوهم هكايا على جنب ونبداو ننقبو الفلفل وهو يتقلي باش ما يترشقش. وكهو خنكمل نقلي الفلفل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل. كملت تقلية الفلفل، وكما قلت لكم تقليوه وتعملوا فيه هكا بالسكينة نقب صغار باش ما يترشقش. الصوص متاعي حضرت وقرت يديمها سي بون، باش نحطها في البلا متاعنا. فوالا ريحتها بنينة بنينة، تحسها كالطماطم الصيفية تهبل. فوالا وتوا ناخو قرون الفلفل نحطهم هكا ديما باش يقطرو زيتهم لو ماكسيموم. بسم الله مازال سخون شوية، الحق الحق، هنهزو بالمغارف خير. باش نعملو هكا، باش نحط هكا، وذي الفلفل البطبوط من هنا. احذر البلام تاعنا. وتوا يا سيدك من سيدك باش نعملو الديسير. الديسير سهل برشا، باش ناخو الدانيت من الفريجيدير، باش ناخو دانيت بوفريوة، باش ناخو الكاسارونة، باش نحط الدانيت وندفيها. هذايا في الشتاء ديما نبداو سهرين في الليل، ندفيو الدانيت وناكلوها تجي بنينة بنينة بنينة، يا البوفريوة يا الشوكولا كيما تحبو نتوما. أمينة نحب البوفريوة. هاك نحط الدانيت، نشعل النار هادية، نحط كعبة أخرى دانيت،